واتس اب دوك. السلام عليكم. اليوم نشرح محاضرة الإنزيم الثالثة اللي هي عبارة عن تكملة للعوامل اللي راح تأثر لي على الأكتيفيتي الخاصة بالإنزيمات والتفاعلات بصورة عامة. قبل لا نبدي لازم نتذكر إنه جميع التفاعلات بحياتنا معظمها خلينا نقول تتأثر بعامل مشترك اللي هي الحرارة. الحرارة دائما إلها تأثير إيجابي على التفاعلات، يعني انه كل ما اسوي لي رايزنج بالتمبريتشر، كل ما ازود درجات الحراره راح يقابلها زياده بالريت، انكريسينج بالريت الخاص بالتفاعل، سواء هذا التفاعل كان يحتوي على انزيم او ما يحتوي على انزيم. زين ليش؟ السبب الرئيسي لهذا انه زياده درجات الحراره راح يقابلها زياده بالكاينتيك انرجي الطاقه الحركيه للجزيئات، وبالتالي عندنا الكولوجن فريكونسي راح يزداد. زين شنو الكولوجن فريكونسي؟ الكولوجن فريكونسي هي التصادم ما بين الجزيئات، واحنا كما نعرف انه التفاعلات الكيميائيه هي عباره عن تصادمات تحدث ما بين الجزيئات حتى تنتقل الطاقه وتنتقل الجزيئات او المجاميع الكيميائيه والالكترونات ما بيناتها حتى يتم التفاعل. فبزياده هذه التصادمات راح يقابلها زياده بسرعه التفاعل، فبالتالي انه سرعه التفاعل راح تتناسب طرديا ويا من؟ ويا الحراره. لكن هذا التأثير ما راح يكون دائما إيجابي للأسف. سامعين احنا بالزيادة كالنقصان انه الفيلوسيتي للتفاعلات راح تقل، درجات الحرارة العالية كلش. زين ليش هذا التغير؟ حتى اعرف شنو السبب لازم اتذكر بان الانزيم هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن بروتين، والبروتينات مثل ما درسناها بمحاضراتها انه الاواصر الغير تساهمية المسؤولة عن الحفاظ على الشكل الثلاثي الابعاد الخاصة بالبروتينات تكون عرضة للديناتوريشن درجات الحرارة العالية. زين شنو ديناتوريشن؟ حتى اتذكر شنو ديناتوريشن كملخص بسيط، انه جميع البروتينات وبالاخص الانزيم تمتلك وظيفة معينة، تمتلك فاكشن معين اللي يحدد للفاكشن الخاص بالانزيم هو الستركتشر الخاص به، هو الشكل مالته، سواء كان هو tertiary structure أو كوان، سواء كان quaternary structure. حتى يوصل الإنزيم إلى هذا الشكل راح يتضمن interactions، يتضمن bonds، يتضمن أواصر، إضافة للpeptide bond اللي هي كل من الهيدروجين bond، الهيدروفوبيك bond، الأيونيك bond، الدايسولفايد bond وإلى آخره. معظم هذه الأواصر راح تكون هي عبارة عن أواصر غير تساهمية. هذه الأواصر غير تساهمية تكون ضعيفة أمام الظروف القاسية منها كارتفاع درجات الحرارة. فارتفاع درجات الحرارة راح يسبب لي disrupting، راح يكسر لي، يخرب لي هاي الأواصر الغير تساهمية مسببة تغير بشكل الإنزيم، وبالتالي راح يفقد الوظيفة الخاصة بيها. بعد ما يفقد الإنزيم الوظيفته إنه الأكتيف سايت مالته راح يتغير. احنا سامعين بالثيوري اللي يقول بان اللوك اند كي الخاص بالانزيم بان شكل الاكتيف سايت راح يلائم للسبستريت. زين اذا خرب الاكتيف سايت، خرب شكل الاكتيف سايت، شنو راح يصير بوظيفه الانزيم؟ من الطبيعي انه راح يفقد وظيفته، ما راح يكون له فائده بالتفاعل، وان الوظيفه الاساسيه للانزيم هي زياده سرعه التفاعلات. فاذا فقدنا الانزيم للتفاعل يعني سرعه التفاعل راح تقل بشكل كلش واي ملحوظ. كل شيء بحياتنا، كل شيء بهذا العالم يمتلك optimal temperature خاص به، حرارة مثله. الإنزيم ما راح يكون مختلف عن هذا الشيء. معظم الإنزيمات تمتلك درجة حرارة مثله، بحيث تكون الأكتيفيتي مالته هي highest، هي الأعلى، والstability مالته هي أيضا عالية. احنا عرفنا بان الانزيم درجات الحراره العاليه كلش راح يصير بديناتوريشن، بس احنا قبل تكلمنا بان التمبريتشر ام راح تزود لي الاكتيفيتي مال الانزيم. زين ماكو وسط بين ذني بحيث يكون الانزيم انه الاكتيفيتي مالته اعلى شيء وما راح يصير بديناتوريشن؟ هي هاي الاوبتيمال تمبريتشر وصلنا لها. درجات الحراره الخاصه بالجسم هي 37 درجه مئويه. زين ما دام الانزيمات تعمل بالجسم يعني انه الاوبتيمال تمبريتشر مالته جد راح تكون 37. زين 37 درجه مئويه اللي هي حراره الجسم الخاصه بالجسم راح تكون هي الحراره المثلى للانزيمات معظمها، بحيث تكون الاكتيفيتي مالته هي الاعلى ويكون بنفس الحاله ستيبل، ما راح يكون عرضه للديناتوريشن. حتى ابين
التأثير الدقيق الخاص بالحرارة بالنسبة للتفاعلات البيولوجية. اضطرينا نستعمل كوفيشنت، معامل سميناه temperature coefficient نرمز بكي كيوتان. بشكل أساسي إنه فائدة هذا الكوفيشنت حتى أبين لي تأثير الحرارة، زيادة الحرارة بالتفاعلات البيولوجية بشكل دقيق. أبين هو عبارة عن عامل يبين لي شلون راح تتغير سرعة التفاعلات البيولوجية كلما أزود 10 درجات مئوية. وجدوا العلماء أنه ضمن درجات الحرارة المثلى، يعني الأوبتيمال تيمبرتشر، زين يعني بعد زين ما صار لديناتوريشن، زين أنه معظم التفاعلات البيولوجية راح تزداد إلى الضعف، لكل 10 درجات مئوية تزداد، راح يكون هاي الزيادة كلش كبيرة بالنسبة للتفاعل. يعني مثلا تفاعل يتحرك بسرعة معينة نقول 20 درجة مئوية، إذا سوينا درجة الحرارة وزودناها ل 30 درجة مئوية، إنه سرعة التفاعل راح تتضاعف، راح يكون كلش وهواي هذا له تأثير كبير على التفاعلات. فبالتالي إحنا رمزنا له بكيو 10 تساوي 2. شو المقصود بهذا؟ المقصود بأن كل 10 درجات مئوية تزداد تقابلها زيادة بمقدار الضعف بالنسبة لسرعة التفاعل. وهذا هو بالنسبة لتأثير أو العامل عامل الحرارة بالنسبة للتفاعلات الحاوية على الإنزيمات. بالنسبة للعامل الرابع اللي راح يأثر لي على الأكتيفيتي الخاصة بالإنزيم هي الحامضية. قبل لا نبدي لازم نعرف بين البروتينات وبالأخص الإنزيمات جدا انتقائية باختيار الأوساط اللي تعمل ضمنها تعمل داخلها. هي مو فقط انتقائية باختيار درجات الحرارة، هي أيضا انتقائية باختيار الحامضية، لأن الحامضية راح تأثر لي بشكل هائل على الوظيفة، على الفاكشن الخاص بالإنزيم. زين احنا نعرف حامضية الجسم مقدارها جدا ضيق، والرينج والمدى مالته كلش جدا ضيق، وأنه أي زيادة فوق هذا المعدل، فوق هذا الرينج، فوق هذا المدى راح يسبب لي أمراض خطيرة، كذلك النقصان عنه راح يسبب لي أمراض خطيرة داخل الجسم. فمدام أنه الرينج الخاص بالبيئة الأوبتيمال بيئة مع الجسم هو يتراوح ما بين 7.35 إلى 7.45، لذا أن معظم الأنزيمات اللي تعمل داخل الجسم راح تحتوي على أوبتيمال بيئة هو مشابه لما يحتويه الجسم. طبعا الأوبتيمال بيئة هي حامضية بحيث تكون الأكتيفيتي مال الإنزيم the highest، يكون الإنزيم بيها most active، ومعظم هاي الإنزيمات راح تعمل ضمن هذا المدى. بس اكو مواقع داخل الجسم ما راح تلتزم هاي القاعدة. مثلا بالفم حامضية الفم ممكن تنزل الى 6، بينما عندنا بالأمعاء بالاثني عشر ربما تصعد الى 8، بينما حامضية المعدة راح تنزل الى 1 بسبب وجود الأحماض الهاضمة مثل HCL. زين معقولة ماكو أنزيمات بهيج مواقع؟ الأنزيم راح يصنع، راح يتم خلقه ليعمل ضمن ظروف معينة لأداء وظيفة معينة. فمثلا عندنا أنزيم البيبسين اللي موجود بالمعدة، المعدة اللي تمتاز بحامضية جدا عالية توصل إلى 1، فالأوبتيمال بيئة الخاص بي راح يتراوح ضمن هذا المدى. البيبسين اللي هو عبارة عن أنزيم موجود بالمعدة مثل ما قلنا، يعمل ضمن وسط حامضي جدا قليل، مسؤول عن تحطيم الأواصر البيبتيدية الموجودة ما بين الأمينو أسيد، حال الأسيد فوسفيتيز اللي راح يعمل لي ضمن وسط حامضي مقداره 4 كذلك موجود عندنا بالمعدة، حال الألكالين فوسفيتيز اللي راح يعمل ضمن وسط قاعدة مقداره 9 بالأمعاء، حال ساليفري أميليز الموجود عندنا بالفم اللي يعمل لي ضمن أوساط وبي اتش مختلف عن ذن الثلاثة. فبالتالي انه الوظيفة الخاصة بالانزيم راح تتغير تبعا الى مثل ما قلنا الشكل مالته، وبالتالي ايضا الظروف اللي يعمل بيها الانزيم راح يتغير تبعا الى وظيفته، تبعا الى موقع. فمثلا الانزيمات الموجودة بالمعدة ما راح تقوم بنفس الوظيفة الانزيمات الموجودة مثلا بالفم، والظروف الموجودة هنا ما راح تكون مشابهة لما موجودة عندنا بالمعدة او بالامعاء. بالنسبة للعامل الخامس
اللي يأثر لي على الأكتيفيتي الخاصة بالإنزيم، وهو أهم عامل موجود عندنا محاضرتنا هاي، هي الأكتيفيتورز والإنهيبيتورز، المنشطات والمهبطات. شنو يعني أكتيفيتورز؟ حتى نعرف شنو أكتيفيتورز لازم نفكر شنو وظيفة الإنزيم. الإنزيم هو عبارة عن عامل يسبب لي زيادة بسرعة التفاعل. الأكتيفيتورز خلينا نفكر أيضا هو عبارة عن إنزيم، وهم راح يسبب لي زيادة بس بسرعة الإنزيم، يعني خلينا نقول هو عبارة عن إنزيم للإنزيم. الأكتيفيتور أي مادة، أي سبستنس قادرة على تزود للأكتيفيتي مال الإنزيم، سو الإنكريسينج للإنزيم أكتيفيتي، مثل الكلورايد أيون اللي هو عبارة عن أكتيفيتور للسالفري أميليز، مثل ما أخذنا بالعملي حيث احنا ضفنا الـ NaCl السالفري أميليز، التجارب الخاصة بالسالفري أميليز، والهدف من عنده أنه هو زيادة الأكتيفيتي مال الإنزيم إلى أعلى قدر ممكن. زين، الإنهيبيتور هي المعاكس بالنسبة للأكتيفيتور، هي أي مادة عندها القدرة أنه تقلل الفيلوسيتي، تقلل الأكتيفيتي الخاصة بالإنزيم، فبالتالي سميناها الإنهيبيتورز اللي هي عبارة عن مهبطات. وهاي العملية لتقليل سرعة التفاعل سميناها إنهيبيشن، التثبيط. طبعا قبل لا نتكلم عن الانهيبيتورز، اكو معلومه مهمه لازم نخليها ببالنا، بعد شويه راح نفهمها وراح نتطرق عليها وراح نشرحها بنوع من التفصيل، انه الافينيتي الخاصه بالانهيبيتورز راح تكون كلش عاليه بالنسبه للانزيم، بحيث هي تكون اعلى من السبستريت. يعني شلون؟ فرضا عندنا انزيم وبنفس الوقت عندنا سبستريت وعندنا انهيبيتور، لو تركوا ذن ذول الثلاثة بوسط معين راح يكون انجذاب الانزيم للانهيبيتور اكبر مما هو عليه بالنسبة للسبستريت، بحيث يكون ارتباط ما بين ذول الاثنين اكبر ونسبته اكبر واحتماليته اكبر مما هو عليه، مما راح يكون ما بين الانزيم والسبستريت. سامعين احنا باللي يركض ورا خناقة، هو هذا الانزيم بالضبط. بشكل عام تقسم الانهيبيتورز الى نوعين تبعا الى تاثيرها تاثيرها على التفاعل، تبعا على تاثيرها على الانزيم، الى ريفرسيبل وايرريفرسيبل. اصلا نتعرف عليهم. اول هذه الانواع اللي هو الريفرسيبل، طبعا الريفرسيبل اللي هو عباره عن انهيبيتور انعكاسي. يعني شنو انعكاسي؟ طبعا الانهيبيتور هذا من هذا النوع راح يرتبط بسرعه وريفرسيبل انعكاسيا ويا الانزيم. قبل أن نكمل هذا التعريف خلينا نتكلم شنو يعني ريفرسيبلي. ارتباط الانهيبيتور بالانزيم عرفنا بان الانهيبيتور وظيفته الاساسيه انه هو راح يقلل لي النشاط الخاص بالانزيم، لكن ارتباط هذا الانهيبيتور بالانزيم اذا كان التاثير السلبي مالته ان القدره على انه نحذفه، ان القدره على انه نطرده، ان القدره على ارجاع الانزيم الى سابق عهده، نسميه ريفرسيبل انعكاسي. هي يعني كفكره انه هي نفس التفاعلات الانعكاسيه اللي راح تكون عندها باتجاهين، بحيث انه عمليه الانهيبيشن للانزيم نقدر نعكسها ونرجع الانزيم كما كان. بالتالي انه ارتباط الانهيبيتور راح يكون الى نوعين او الى مكانين او الى مركبين. اما يكون خلينا نفرض بان هذا هو عندنا الانهيبيتور ونفرض هذا هو عندنا الانزيم، الانهيبيتور اما يرتبط بالانزيم الفري انزيم الوحده بصوره مباشره، او راح يرتبط او في حال ارتباط الانزيم بالسبستريت اكو انواع من الانهيبيتورز راح ترتبط بهذا الكومبلكس، راح ترتبط بالإنزيم المرتبط بالسبستريت اللي راح نمزه بإي إس. بشكل عام إنه عندنا الريفرسيبل إنهيبيتورز راح تقسم إلى ثلاثة مجاميع رئيسية، three major types، اللي هي الcompetitive، uncompetitive and non-competitive inhibitors. الأسماء متشابهة، الاختلاف الكبير والأساسي ما بيناتهم هو شلون راح تأثر لي على الإنزيم. أول هذه الأنواع اللي هو Competitive Inhibitor. Competitive Inhibitor راح يرتبط لي بالإنزيم بالFree Enzyme
الإنزيم الوحيد، الإنزيم الغير مرتبط بالسبستريت بطريقة معينة، بحيث هو راح ينافس لي النورمال سبستريت بالبايندينج مال الأكتيف سايت. احنا نعرف بأن كل إنزيم راح يحتوي لي على أكتيف سايت خاص بي. الأكتيف سايت اللي راح يرتبط بيها السبستريت حتى يعمل، حتى يتم مع التفاعل. عندنا الانهيبيتور، الكومبتيتيف انهيبيتور راح يرتبط لي بالاكتيف سايت بحيث يمنع ارتباط السبستريت. فبالتالي انه الكومبتيتيف انهيبيتورز مثل ما قلنا هو عباره عن ريفرسبل انهيبيشن، فبالتالي هي راح تتفاعل لي ويا الانزيم ريفرسبلي، تتفاعل انعكاسيا، بحيث نقدر نلغي تاثير هذا الانهيبيتور ونقدر نرجع الانزيم الى سابق عهده. فبالتالي انه ارتباط الكومبتيتيف انهيبيتور ويا الانزيم راح يسوي لي كومبلكس، راح يسوي لي معقد، سميناه الانزيم انهيبيتور كومبلكس اللي نرمز له ب اي اي. طبعا انه الانهيبيتور مولكيول will not chemically change by the enzyme، والعلاقه ايضا عكسيه، الانزيم ما راح يتغير كيميائيا بتاثير الانهيبيتور. ليش؟ لأن أنا أقدر أرجع الإنزيم إلى سابق عهده بعوامل معينة، وكذلك لأنه الإنهيبيتور ما راح يتغير بتأثير الإنزيم. ومثال على هذا الإنهيبيتور، على الكومبتيتيف إنهيبيتور، هو المالونيت. المالونيت هو عبارة عن إنهيبيتور راح يتنافس لي ويا السوكسينيت ويسوي لي إنهيبيشن إلمن للسوكسينيت ديهيدروجينيز. السوكسينيت ديهيدروجينيز هو عبارة عن إنزيم مسؤول عن عملية طرد ذرة الهيدروجين أو مجموعة الهيدروجين من التفاعل. طبعا هو من نوعه من الأوكسيدو ريدوكتيز إنزيمز، أخذناها عدة بالمحاضرات السابقة. فبالتالي أنه المالونيت راح يسوي لي إنهيبيشن للأكشن مال السوكسينيت ديهيدروجينيز. طبعا أنه السوكسينيت ديهيدروجينيز الوظيفة الأساسية مالته أنه يحول لي السوكسينيت إلمن الى فيوماريت، طبعا بالكيربس سايكل. بالتالي فانه ارتباط المالونيت بالسوكسينيت ديهيدروجينيز راح يمنع هاي العمليه، راح يمنع هذا الاكشن، بالتالي صار بي انهيبيشن والتفاعل راح يتوقف او التفاعل راح يبطا بشكل جدا كبير. هسه نتكلم عن تاثير الكومبتيتيف انهيبيتور. الكومبتيتيف انهيبيتور، حتى قبل لا نتكلم عن تأثيره لازم نتذكر شنو Vmax وشنو Km. Vmax هي السرعة النهائية أو السرعة القصوى ليوصلها الإنزيم مثل ما أخذنا بالمحاضرات السابقة، بينما Km اللي هي الكونستريشن مال السبستريت. Km هي، حتى تكون واضحة، هي نسبة أو تركيز السبستريت اللي أحتاجها حتى أوصل إلى نصف الطاقة أو السرعة القصوى. يعني أنه فنقول على سبيل المثال أنه الكونستريشن الخاص بالسبستريت حتى أوصل للVmax كأرقام خيالية هو عبارة عن 1 كيلوغرام. حتى أوصل لمن؟ أوصل للVmax. الكي أم في هيش حالة راح يساوي لي 0.5 كيلوغرام. يعني شلون؟ يعني بالضبط هي نصف الكونستريشن مال السبستريت اللي احتاجه حتى اوصل للVmax. خليها سنتعرف عن شلون راح ياثر للكومبتيتيف انهيبيتور على ذن الاثنين، على ذن العاملين اللي انا استخدمهم بدراسه الانزيم. شلون راح ياثر لي على الVmax؟ الكومبتيتيف انهيبيتور مثل ما قلنا هو عباره عن ريفرسبل انهيبيشن. شلون راح الغي تاثيره؟ حتى الغي تاثير الكومبتيتيف انهيبيتور من خلال انه ازود لي الكونستريشن الخاص بالسبستريت. طبعا السبب يكون رياضي، يعني رياضيا انه بزيادة تركيز السبستريت راح تزداد نسبة ارتباط الانزيم بي، بحيث انه هو راح يفضل على السبستريت، يفضل السبستريت على الانهيبيتور بزيادة الكونستريشن مالته على الرغم من اختلاف الافينيتي ما بين الاثنين. بالتالي انه عندنا الفيلوسيتي، انه سرعة التفاعل ما راح تتغير. خلنا نقول على سبيل المثال انه الانزيم انه بسرعه التفاعل تمشي مثلا 20 كيلومتر بالساعه، زين،
هاي ال 20 ما راح تتغير، راح تبقى ثابته بغض النظر بوجود الانهبيتر او بعدم وجوده. السرعه دائما راح تبقى ثابته بحيث انه الفي ماكس نوت تشينج، بينما التاثير الكومبتيتيف انهبيتر راح يبين، راح يكون اساسي بالنسبه للكي ام، بالنسبه للكونستريشن مال السبستريت. الكومبتيتيف انهبيتر قلنا احنا حتى ازيل تاثيره انا من المفروض انه ازود لي الكونستريشن مال السبستريت، يعني شلون؟ شنو راح اسوي؟ اكيد راح تزداد الكي ام، فبالتالي زودت الكي ام بحيث انا حتى اصل الى نصف على نصف السرعه. مثلا على سبيل المثال بدل مثلا ما كان استخدم 1 كيلوغرام حتى اوصل لتفاعل سرعته 20 كيلومتر بالساعه، هسه بديت استخدم 2 كيلو حتى اوصل لنفس السرعه. فبالتالي انه السرعه ثابته بينما الكي ام راح يصير بيها انكريسينج. فبالتالي انه من لاحظ لي هذا الكيرف راح الاحظ بان الفي ماكس راح تكون متشابهه بينما الكي ام راح تزداد ما بين التفاعل الحاويلي على الكومبتيتيف انهبيتور وتفاعل ما يحتوي على الكومبتيتيف انهبيتور. راح نلاحظ الزياده بالكي ام وراح نلاحظ ثبوت الفي ماكس، حيث انه الماكسيمم فيلوسيتي از ذا سيم ان ذا بريزنس اوف كومبتيتيف انهبيتور، بينما الكي ام ابرنتلي از انكريست وذ بريزنس مال كومبتيتيف انهبيتور. وبهيك خلصنا الجزء الاول عن محاضره الانزيم الثالثه. ان شاء الله راح نشرح التكمله عن قريب. شكرا على المتابعه.